على الحديث اللي تم تداوله بصفه خاصه على ما يخص لي فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر نحبوا نفهموا المعلومه شنو هي بالضبط من المصدر. في كلام الناس اليوم نمشوا بكم اللي بنزرت برنامج فاميليا، نحاولوا نرجعوا على اهم المواضيع اللي تطرح واللي الناس تحب تفهم فيها وتستفسر، خاصه صيفيه السنه كي شفنا الهدم، قرار الهدم اللي كان عليه كلام برشا في بنزرت في شط كوكو تحديدا كوكو بيتش. الموضوع خلى الناس من خارج بنزرت حتى تتسائل هل معناها القرارات هذه باش تشمل مناطق اخرى، باش تشمل كوكو بيتش بصفه عامه كله، خاطر برشا يبداو يبرمجوا حتى على تصيفه مزيانه وحاجه حلوه ان كان من تونس ومن خارج تونس، ولا معروف اكيد كوكو بيتش ويجيوه برشا عباد. جاوبنا رئيس بلديه اوتيك بنزرت معنا سيد الحبيب الهمامي، تحياتي سي الحبيب، مرحبا بك. اهلا وسهلا، على سلامتكم، مرحبا بدي وين عايش. يفضلك يا سيدي، لو كان نفهموا معاك هو الهدم اللي صار صبحية السبت هكا ولا ليه؟ اي نهار السبت، نهار السبت تحديدا؟ اي نهار السبت تنفذ مش قرار برك. نفذوا قرارات في هر الملح وقرار في اوتيك. هذايا اوتيك توكوكوفيتش تسميوه شاطئ اوتيك. في خلينا نقولوا في شات اوتيك، معناها فما قداش من قرار كل في الكل، شمل شكون بالضبط؟ قرار هدم وقرار ازاله. قرار هدم وقرار ازاله، واحد في غار الملح. البنايه معناها اون بيتون الملك العمومي. اي. زي نسميه مطعم اللي هو نورمال يكون مشرب في مطعم. وعندك جدار اون بيتون. القوقعة إزالته قسم الشاطئ إلى شطرين ومنع المصطفين باش يمروا أو يسبقوا. هذا اللي في كوكو بيتشا؟ هذا في أوتيك، شاطئ أوتيك. هذا في شاطئ أوتيك. الملح القيه 14 قداش القاتل. سامحني ما سمعتكش، قلت لي في غار الملح شنو سي الحبيب؟ في غار الملح اللي هما جيراننا. اي. قاتل فيه 14 قرار. 14 قرار الكل في الكل. معناها 14 هذا في غار الملح، واحد في اوتيك، وفيما يخص كوكو بيتش والتساؤلات عديده تو حتى اللي يسمع فينا والمهنيين اللي يخدموا واللي تعرف قداش يسترزقوا من البلاصه هذه، يقول لك هل فما قرارات اخرى؟ والله شو يقول لك، هي شو معناها يسترزقوا الساعه اولا؟ معناها يستخدم وتاخذ في رخص. اي تاخذ في رخص. تراخيص وانتساب مؤقت. اي. ويعرفوه كل الشروط والناس كلها تعرف هذا. والبنايات لازم تكون اون ليجي، ما لازمش تكون اون بيتون، وهذايا ناس ماهمش ما يشملش الناس كل الموجودين غادي مثلا. اما 70-90% عندهم الانتساب المؤقت ومحترمين الاجراءات وكل الشروط، وهم بقيه غير معناها مستعدين ماهمش مستعدين بيتعاملوا لا مع السلطات ولا ينفذوا في كرة الشروط، معناها تجاوزات كبرى هي احتلال المواقع هذه على الاراضي هذه تاع الدوله اللي الشريط الساحلي البحري على ملك الدوله. اي. واللي هو موضوع على ذمه المواطنين، موضوع للعموم، ماهوش ملك خاص، دونك يستغلوا فيه معناها بطريقه معناها فيها برشا كيما نقولوا سيليكسيون، ما يدخلش اللي يجي كان يدفع فلوس. وكانوا تحولوا للنوادي. هو اللي يقول لك في كوكو بيتش معناها من ممكن من اقدم ثم من بين ال ماهوش من اقدم وماهوش من احسن وماهوش الوحيد. اي هما برشا ما شاء الله. برشا برشا موجودين. برشا ما شاء الله. يدخلوا الشروط وياخذوا رخصهم ويخلصوا معلوم الانتساب والترخيص مقترب. كان في الصيف. شهرين تاع الصيف من جوان حتى سبتمبر. حتى كان سبتمبر يعرفها. الانتساب وقت يجي الموسم الصيفي يقدم مطلب نتاعه واحد. اي. ما فما حتى اشكال في الانتساب، عندنا مطالب ما شاء الله. والناس قاعده. اي معناها هو علاش على بكري؟ معناها قبل حتى جوان معناها تو في. لا ما هوش من بكري. هو هذا المشكله اللي يعاني فيه الشركه. اي. نتاع بنزرت فما شويه فوضى، فما احتلال للمواقع هذه، فما القرارات موجوده من قبل، التنفيذ صار بعد ما اجتمع لابال برئاسه لابال في المجلس الجهوي، اتفقت الناس كلها في اللجنه الجهويه هذه باش يقع تنفيذ القرارات وتنظيم الشواطئ في الانتصار وغيره وغيره. ما فماش علاش هو علويه القانون في الخدمه الكل.
واضح. ليش هذا تونا وهذا فرق؟ معني إذا كان ما توفرش فيه الشروط اللازمة، إذا كان ما يخلصش معناها كما ينبغي. أنت كانت تجي معناها أنت تقول أنا منتصبوني وحتى واحد ما يعوموني وحتى واحد ما يتعدى منوني وأنا والأرض بتاعي وملكي خاص ولا تو وهذا اللي صار زاد في أوتيك وفي غار الملحة. اللي صار في البلاد كل شركة الساحل تاع الجمهورية التونسية كل. اي احنا نحكيو على بلدية أوتيك تحديدا يعني. بالنسبة لأوتيك احنا قلت لك عندنا كان هذا المنتصب اللي هو ديجا فكنا حرم أوتيك من كيلومتر ما نجموش نتعدوا له. جا سكرة. يا سكر بين بورتو وبين شاطئ أوتيك عمل حاجز كبير ما تنجمش تتعدى لا على سقيك ولا آليات الحماية وغيرها باش نجموا نتعدوا مسكر كاريمون أنا حتى المال تعرق قدامه خلوا سكروا للناس باش تعوم ما تعومش كان الناس اللي يجوه بالفليك واللي هما كليونات ياكلوا الفلوس معناها ممر كامل خذيه على ملك الخاص فما برشا تجاوزات فيها برشا احنا لو كبلدي احنا دخلنا لوجيسيال ما في اللوجيستيك القرار هذا في التنفيذ ونرفع المخالفه هي لاباس اللي هي نورمالمون مسؤوله على هذا على الشريط هذا الاراضي هذه الساحل بتاعها ثلاثه امنيه الجهه الامنيه بيان سيور هي الامن والمعتمد بنفس الوالي والقرار المهندس الوالي وقع تنفيذه ما فيها حتى اشكال اي والاثر الهدم يتكفلوا بها يوليو شكون خاطر خاصه كيف ما موسم زوار وناس باش تجي وباش وباش غير تو بالنسبه لنا احنا كبلديه احنا قاعدين نعملوا في نفس الشط نتاعنا قاعدين نهيئوا فيه ومش من هو برك قاعدين نعملوا في البلان عندنا بلان دو كيفاسيون قاعد يتنظم عندنا مترسوقات نعملوا فيها باركينج ثم منتصبين عاملين مطالب شي ينطلقوا يخدموا على روحهم الجو عادي جدا اي حتى الباركينج مش نسال عليها اي توتيك قبل كان يدخلوا له كان بالفليت تو اصبح يجيو الناس كيما هو كرم يدخلوا له على طريق البر من جهه توتيك وعندهم 8 كيلومتر خطي على البحر كشاطئ من احسن الشواطئ التونسيه تو موجوده واللي هو موجود في التريتوار تاع توتيك اللي هو تحديدا في التريتوار تاع أوتيك بالنسبه للشاطئ المزيان هذايا الباركينغ اخر شويه ديما ساعات فما تشكيات من الناس اللي تعس ما عندناش باركينغ احنا عندنا بقى وين يحطوا كراهب اي ماهوش باركينغ بيان يدخلوا يحطوا كراهبهم ويروحوا على ربيحه ويدخلوا هم ويروحوا تحكي لي على أوتيك تحديدا تحديدا في أوتيك وانا فايز بروبليم دي باركينغ اي على اسباس موضوع على ذمه اصحاب السيارات الطريق موضوع يدخلهم للبحر وفما بيان سير مكان خاص للعموم وفما زاد منتصبين يخدموا على روحاتهم ويوفروا خدمات وجو عادي ما نفهمش ونتخيل زاد اللي تخافوا لي في غار الملح توا عندنا مديده نشوف الاشغال لتهيئه المكان قاعدين يقدموا بشوي بشوي وفي وقتاش الاشغال؟ اللي تراه انا غار الملح ما عنديش فكره الحقيقه ما عندكش فكره على غار الملح وشنو اللي صاير في غار الملح بالنسبه للي ترافو عندنا فريق قاعد فريق العام الجاي ان شاء الله يولي كياس مخدوم على طريق التجهيز يوصل للبحر تو مخدوم في السباية مخدومة تدخل بكرهبتك تدخل والامور الكل مهيئة هذا هو شكرا ليك بارك الله فيك سي حبيب الهميمي رئيس بلدية أوتيك هاكا وضحنا صورة وما فيها حتى اللي صاير في كوكو بيتش يقول لك واحد برك قرارات يمكن فما واحدين اخرين حسب ما سألته اول سؤال ليه كان بالنسبة للشط كوكو شنو اللي صاير هاكا واحد برك من بين اللي كانوا ناصبين كلهم هو اللي صار الهدم بتاعه ويقول لك 14 زاد من بين القرارات الاخرى للإزالة وللهدم في غار الملح ويحكي زاد ايضا على شط أوتيك اللي يقول لك حاضر للمصطفين يجيوا بركة سيف الصناعة.